إذن مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام نأتي بكم إلى ملخص هذا المساء بعد استكمال 17 شوطا في هذا المساء المبارك مساء يوم الجمعة والثالث عشر من شهر ديسمبر لعام 2019 الميلاد. أشواط اللقاية والخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ، الشوط الأول ذهب مع الشاهينية لهجن الرئاسة وبقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وتهانينا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من قدم الشاهينية بسبع دقائق 25 ثانية وستة أجزاء من الثانية. يأتي الشوط الثاني شوط المهجنات الأصايل حيث فازت فيه الشاهينية من هجن ند الشبا بقيادة سعيد بن سالم، تهانينا والناموس بسبع دقائق 22 ثانية وستة أجزاء من الثانية. بينما انطلق الشوط الثالث وأكد الشاهين من هجن الرئاسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي هذا الفوز بسبع دقائق 26 ثانية وسبع أجزاء من الثانية بدون أي أوامر. يأتي الشوط الرابع فانطلق به شاهين لهجن ند الشبا بقيادة سعيد بن سالم وأكد هذا الفوز وتكرار الانتصارات من خلال هذا الشعار بسبع دقائق 28 ثانية وستة أجزاء من الثانية. يأتي الشوط الخامس وبداية الجولة الثانية فأكدت هجن الرئاسة مع الشاهينية ومع المجاز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هذا الفوز والانتصار بسبع دقائق 27 ثانية أربع أجزاء من الثانية. يأتي الشوط السادس عاد المجاز مرة أخرى بن زيتون ليقدم الشاهينية من هجن الرئاسة وبقيادة محمد بن زيتون المهيري بسبع دقائق 25 ثانية خمسة أجزاء من الثانية. يأتي الشوط السابع ففاز فيه شاهين لهجن الرئاسة وأكد العملاق سلطان بن محمد الوهيبي هذا التواجد أيضا المميز بسبع دقائق 26 ثانية جزئين من الثانية. يأتي الشوط الثامن الذي فاز فيه شاهين من هجن ند الشبا بقيادة سعيد بن سالم وأكد سبع دقائق 25 ثانية أربع أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن ند الشبا وتهانينا لسعيد بن سالم. يأتي الشوط التاسع فكان مميزا من خلال التوقيت الأفضل من خلال الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد السم المنصوري بسبع دقائق 22 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما انطلق الشوط العاشر فكانت الشاهينية لهجن الرئاسة وبقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري أكد المجازف هذا التواجد بسبع دقائق 23 ثانية وتسع أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس. يأتي شوطنا الحادي عشر فظهر شعار هجن النايفات ليؤكد العابر وبقيادة راشد بن حمد بن حلبان المري، تهانينا وناموس سبع دقائق و26 ثانية ثمانية أجزاء من الثانية. يأتي الشوط الثاني عشر فعاد العملاق مع الوثبة سلطان بن محمد الوهيبي بشعار هجن الرئاسة ليؤكد سبع دقائق 29 ثانية خمسة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة ولسلطان الوهيبي. بينما يأتي شوطنا الثالث عشر الشاهينية من هجن ند الشبا بقيادة سعيد بن سالم وأكدت هذا الفوز بسبع دقائق 26 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. هكذا نبدأ بأشواط الإنتاج الأربعة حيث فازت الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة صالح بن سعيد بالعاري المري بسبع دقائق 34 ثانية ثلاثية أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس. يأتي الشوط الخامس عشر الذي فاز فيه الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان بقيادة محفوظ بخميس النيبي حيث قطع المسافة سبع دقائق 34 وجزئين من الثانية. يأتي الشوط السادس عشر فكانت حربة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب بقيادة سعيد بن عبيد بن مروشد بسبع دقائق 43 ثانية ثمانية أجزاء من الثانية بدون أي أوامر تذكر. يأتي شوط الختام وكان شاهين من هجن ند الشبا بقيادة سعيد بن سالم هو من أهدى الفوز والانتصار لند الشبا بسبع دقائق 31 ثانية وفاء وثمان أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس لكل الفائزين في هذا المساء. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام وصلنا بكم إلى ختام هذا المساء، شكرا لمخرجنا حسين السيد، شكرا أيضا موسى المندري، شكرا يوسف بن قاسم البلوشي، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف التعليق. شكرا لكم أنتم متابعين الكرام متابعي قناة يأس الرياضية، محدثكم سالم بن علي الحبس استودعكم الله وإلى الملتقى يوم الغد.